اهلا بحبايبنا طلاب الصيدله على قناه علم العقاقير، قناه فارماكولوجي اند هيربال ميديسن. معكم الدكتور مصطفى محمود حجازي. هنتكلم عن المنثى والصين، النعناع الفلفلي والزعتر. طبعا لما كنا بنقسم النباتات بنقسمها طبعا اكوردنج للاكتيف كونستيتوينت، ده بيسهل عليا الحفظ وبيسهل عليا معرفه اليوزز، حتى كمان الاستعمالات والاكشنز، لان غالبا الاكشنز بتبقى في منها حاجات ميجور لينكد للاكتيف كونستيتوينت، تمام؟ زي ما هنقول دلوقتي في حاجات هتتكرر يعني، تمام، وفي حاجات هتبقى ايه سبيشال لكل نبات لوحده. ده بيسهل عليا قلنا قبل كده المذاكره والحفظ طبعا للامتحان. المنسا هيرب، عشب النعناع او البيبرمنت، ده الاسم الايه الاشهر اللي هو النعناع الفلفلي، بيبر فلفل مينت نعناع فلفلي. الاوريجين بتاعي ده درايد اوفر جراوند بارتس، تمام كده. منسا بيبريتا، منسا بيبريتا ده اسم النبات، في منه 2 فرايتس، تمام كده، تحت السبيشيز يعني، الفرايتي دي حاجه تحت السبيشيز. الفولجاريز اللي هو البلاك بيبرمنت، والاوفيسيناليز اللي هو الوايت بيبرمنت. احيانا في بعض الناس هتلاقي بينطقوها لك اوفيسيناليز، هي دي صح ودي صح، تمام. فاميلي لابيتي او لاميسي، لابيتي ده الاسم القديم، لاميسي ده الاسم الايه الجديد. لازما عشبة النعناع تطلع لي على الاقل 0.5% من وزنها فولاتايل اويل، يعني انا عندي لو الوزن 100 كيلو المفروض يطلع لي على الاقل 0.5 كيلو زيت. طبعا من هنا ما نستغربش من ان الفولاتايل اويل دايما بتبقى غالية، اللي احنا الفولاتايل اويل اللي احنا بنشتريها من عند العطار، زيوت الطيارة اللي احنا احيانا بنشتريها في العطور اللي احنا بنقول عليها اسانس او ايس، اللي هي جاية من كلمة ايسنس اللي هي جاية من اسينشال اويل، ايسنس يعني روح او حاجة زي كده، حاجات ما بنشوفهاش يعني. يبقى الفولاتايل اويل لازم نبقى عارفين، بس هي دي حتة نحب نقولها، احيانا ممكن ما تبقاش موجودة بكمية كبيرة. المورفولوجي بتاع المنسا او بيبرمنت، الاودر عندي اروماتيك طبعا نعناع ريحته حلوه، التيست اروماتيك فولد باي كولينج سنسيشن، طبعا لما اجي انا دقته بحس بايه بتنميل كده وتخدير، تمام، كولينج سنسيشن، طعم اللي احنا عارفينه بتاع النعناع، بستيليت النعناع تلاقي بقي ساقع كده، كولينج سنسيشن. الستيم لما نيجي نبص عليه نلاقيه هربيشيس برينيا، لان النعناع بيتني في الارض اكتر من 2 سيزون. لو احنا بصينا على الستيم بتاع النعناع هنلاقيه كوادرانجولار يعني مربع، تمام، لو انا بصيت عليها هلاقي شكله ايه مضلع اهو، التضليعه دي لو انا اجي ابص على التي اس قدام هلاقي شكله مربع، وشكله بيبقى من الجرين للدارك بيربل، هلاقي هو لسه صغير بيبقى لونه جرين، لما بيكبر شويه بيبقى لونه بيتغير شويه للايه للدارك بيربل زي ما احنا شايفين. صغير الليفز بتبقى اوبسط دي كسيت، طبعا خدناها في الليفز قبل كده، الشكل بتاعها اوفيت لانسيوليت باينه خالص، هي السطح الفوقاني بيبقى اغمق من السطح التحتاني، تمام كده، بتبقى من فوق طبيعي، معظم النباتات بتبقى كده يعني، السطح الفوقاني بيبقى مين اللي موجود فيه البلاسيد عشان الفوتوسينثيز. الايبكس عندي اكيوت، المارجن شاربلي سريت، احيانا بيبقى فيه البتيول لونج وسلايتلي هيري، لو احنا بصينا اهو باين خالص، يبقى البتيول بيبقى طويل شويه. الفلاورز طبعا انفلوريسنس سبايك، تمام، النوع بتاعها سبايك سنبله، تبقى سمول بيربل لونها تبقى صغيره ولونها زهري كده زي جومورفيك يعني، بتقسمش الى نصين متشابهين الا بمستوى واحد من التقسيم. الكيليكس عندي اللي هو الكاس بيبقى شايفينه بيبقى لونه اخضر تيوبولر، بيبقى فيه 5 اسنان، 5 توث، جرين تو دارك بيربل. الكورولا بتبقى دارك بيربل باي لابايت، طبعا هي قلنا فاملي لابايتي، بتبقى عامله زي الايه، عامله زي بوز البط او الشفايف. الستيمنز تبقى اربعه ستيمنز، طبعا اللي باين قصاد مني هنا هو في الانفلورسنس اللي باين الخطوط اللي طالعه الفيلامنت دي الاستجما. الستيمنز بتبقى صغيره تبقى تحت خالص، يبقوا اربعه شورت اند ايكوال ستيمنز. الاوفري بيبقى سوبيريور باي كاربيلاري يعني 2 كاربل، تترا لوكيولار 4 حجر. الفروت زي ما احنا شايفين بتبقى بلاكش براون لونها
بني مسود كده اهو، الليبسويدال يعني ممكن نقول عليها كروي، شكله قريب للكورة. الميكروسكوبيكال كاركتر، احنا قلنا كل التي اسات كلها بنفس الطبقات زي ما قلنا قبل كده، بيبقى في عندي فهم تبقى ابيديرمس كورتكس فلويم زايلم بث، تمام، عدا بس قلنا الشكل الاوتلاين بتاع التي اس اللي ممكن يبقى مختلف. هنا هنضيف، هنا طبعا قلنا الشكل هنا رباعي كوادرانجولار، باين خالص ان هو مربع. هنلاقي على الجناب في بيبقى له اربع اركان، الاركان دي بتحتوي حاجه اسمها زي ما باين اقصد من الكولينكما، الكولينكما دهيت موجوده في الاربع جوانب، اهي باينه خالص اهي اللي هي موجوده في الصوره اللي هي على اليمين فوق خالص، اهي كولينكما سيل ات كورنرز، تمام. وفي احيانا في بعض الجامعات بتضيف يقول لك ان قبل الايه قبل الفلويم او البريسايكل في طبقة اسمها كاسبارين ستريب، والله يعني اعرفها بالنسبة لي ما بتعنينيش قوي، يعني دي حاجة بوتاني قوي. الباودر من سهر الكلر بتاعي بيبقى جرين تو لايت اوليف جرين، بيبقى لونه اخضر للون اخضر زيتوني. طبعا الاودر اروماتيك، التيست زي ما قلنا قبل كده في كول سنسيشن كولدز كولينج سنسيشن بيحصل، اللي هو بيخلي البق تحس بسقوعيه في بقك كده نتيجه وجود المنسول. طبعا ده على فكره فارماكولوجيكال اكتيفيتي، يعني مش زي معظم في بعض الزيوت الطياره لما تيجي تدهنها على ايدك تلاقي فهمني سحبت درجه حراره من ايدك وطارت، تمام، فبتعمل لك سقوعيه خفيفه. انما الكولينج سنسيشن اللي حصل مع المنسول دوت ده فارماكولوجيكال اكتيفيتي، يعني بيأثر على النيرف اندنجز، تمام، وبيسبب الكولينج سنسيشن ده. لو احنا بصينا على المنسا باودر هلاقي عندي فهمني الايه الدايستيك ستومات زي ما هي باينه قصادنا هنا، بتبقى اتنين سبسيدري سيل متعامد عليهم اتنين ايه متعامد على المستوى بتاعهم اللي هو الجارد سيل، المستوى بتاعها باين خالص اهو متعامد عليه الايه الاتنين سبسيدري سيل، والصوره بتاعتها باينه ايه. وعندي هنا الكابيتيت هير تبقى جلاندولار هير يونيسيلولار ستوك يونيسيلولار هيد، وعندي النون جلاندولار مالتي سيلولار يونيسيريت هير. هنلاقي زيها في الايه في الثايم، بس التانية بتاع الثايم هي بتبقى بنت زي دي بتبقى متنية زي كده، يعني قريبين لبعض شوية فاهمني، فمش ممكن اعتبر. وبرضك الكابيتيت هير ممكن الاقيها في الايه والدايستيك استوماتا، تمام كده، هلاقيها في الايه في الثايم هي واللابيشيا سيل، يعني معظم الكلام اللي انا شايفه هنا ده هلاقيه كله في الايه في الثايم، عدا ان انا هنا فاهمني خد بالك انت ان انا هنا مش هلاقي الهيرز بالكثافه اللي موجوده هناك، تمام كده، مش هلاقي بالاضافه ان انا هلاقي هيرز تانية حاجه اسمها الايه الكونيكال هير دي هلاقيها هناك برضك، تمام، مش هلاقيها هنا. يبقى انا عندي هنا اول حاجه هنلاقيها الدايستيك ستوماتا كابيتيت هير النون جلاندولار مالتي سيلولار هير، تمام كده، هنلاقي عندنا اخر حاجه اللابيشيوس هير زي ما احنا شايفين بتبقى اربعه بتبقى بثمان خلايا راديتنج سيل، هي هنا مرسومه اهي كلاب شيب كده عامله زي الكوره، بيبقى فيها جلاند من ثمان خلايا، لو انا شايفها من السايد فيو كده هشوف اربع خلايا بس. الاكتيف كونستيتوانت عندي فولاتايل اويل زي ما قلنا قبل كده وريزن وتانينز، اي فولاتايل اويل في الدنيا هلاقي كلمه ريزن دي جنب منه، الريزن ده بوليمر بيتكون من فولاتايل اويل، فغالبا بيحطوها ممكن تبقى موجوده ممكن متبقاش موجوده. الفولاتايل اويل ده ايه مكوناته؟ الفولاتايل اويل بقى فيه مكونات كتير جدا، انما اشهرهم واهمهم بالنسبه لي المنسول اللي نسبته 42%، تمام، لازم انا اعرف النسبه دي، النسبه دي مهمه جدا. في حاجه اسمها المنسايل اسيتيت من فايل اسيتيت والمنثون والسينيول، تمام، نحفظهم مهمين جدا. يبقى فولاتايل اويل بيتكون من منسول 42%، منسايل اسيتيت، منسون، سينيول. في عندي كيميكال تيست بختبر بيه الاويل بتاعي اللي هو البيبرمنت بتاعي، طب لو انا حطيت 3 دروبس من الاويل على 5 مللي من الجليشيال اسيتيك اسيد، الجليشيال اسيتيك اسيد ده انا مدوب فيه 3/10 نيتريك اسيد، يبقى انا عندي الريجنت بتاعي عباره عن جليشيال اسيتيك اسيد مدوب فيه 3/10% نيتريك اسيد، تمام كده، بحط 3 دروبس على الريجنت ده وبعدين اسخن. طبعا انا بحط اسيد طبعا بسخنها على ايه على هيت جنتلي كده على درجه حراره خفيفه
في ايه، في بويلينج ووتر باث، يعني بحطه في ايه تيست تيوب بتاعتي في ووتر باث من دقيقة لخمس دقايق، فلاقي اللون عندي اتحول لبلو كلر. تمام، البلو كلر دوم بيحصل له فيد فيدنج، تمام، ويتحول للجولدن يلو. تمام، التست ده ما بختبرش بيه المنسول، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتختبر بيه المنسول. لا، ما بنختبرش بيه المنسول، احنا بنختبر الاويل بشكل عام، لان في حاجات فيها تركيز عالي جدا من المنسول وما بتديش التست دوت، زي الجابانيز بيبرمنت. يبقى انا عندي هنا البيبرمنت، ان انا عارف الفولي احط 3 دروبس من الاويل على 5 مللي من جليشيال اسيتيك اسيد، انا حاطط فيه 3 من 10% نيتريك اسيد، وبعدين اسخن من دقيقه لخمس دقائق في ووتر باس، هيديني بلو كلر يتحول للجولدن يلو كلر. لو احنا بصينا على الشمال كده اهوت الصوره دايما، هلاقي دي كريستالات بتاعه الايه المنسول، دي الماده الاكتيف كونستيتوانت اللي هتلاقيها في البستليات، في مستحضرات في التوث بيست، في معجون السنان، حاجات كتير جدا، فاهمني؟ وليها طبعا ليها تاثيرات هنتكلم عنها واستعمالات هنتكلم عنها. او ممكن استعمل الزيت كله، النبات كله، المنسول لوحده، على حسب اليوزز الاستعمالات. طبعا بنتكلم عن النبات بشكل عام دلوقتي. النبات عندي ممكن استعمله في الماس، في الكوليك، في الاي بي اس، الاريتابل باول سندروم اللي هو القولون العصبي. ليه؟ لان ليهم كارمينيتيف افكت، طارد للايه للغازات. في نفس الوقت ممكن استعمله الكلام ده للجهاز الهضمي عامه، يبقى ممكن استعمله للمغص، كوليك، اي بي اس قولون عصبي، للنوزيا اللي هي القرفه، لانه له انتي ايميتيك افكت، هو بيعمل زي تخدير انستيزيا، مايلد انستيزيا كده لجدار المعده، فيخلي فيبقى له مضاد للقي انتي ايميتيك، بالاضافه ان هو له انتي سبازموديك اكتيفيتي. تمام كده، ان المنسول له تاثير فارماكولوجي ككالسيوم تشانل بلوكر، فبيعمل ريلاكسيشن، بيريح التقلصات السبازم الموجوده في الجهاز الهضمي، فبالتالي بيعالج اي مغص ممكن يبقى موجود. يبقى بالتالي لما اجي اقول لك مثلا هو ليه نستعمله عشان الكوليك والاي بي اس، هتقول عشان هو كارمينيتيف وانتي سبازمودي. تمام كده، ان هو طارد للغازات وفي نفس الوقت مضاد للتقلصات. تمام، كالسيوم تشانل بلوكر دي انا هتاخدوها ان شاء الله في فارماكولوجي، ادويه بتستعمل لكده، هو ده طبعا مايلد، يا دوبك يبقى ممتاز جدا للجهاز الهضمي، بالاضافه ان هو انتي ايميتيك. حاجه تانية بالنسبه للجهاز الهضمي، بروموت بايل سيكريشن، بيستعملوه عشان ايه؟ يضر الايه الافرازات المراريه، يعني الصفرة. تمام، بيطلع الايه العصاره المراريه من المراره للجهاز الهضمي. ده بالنسبه للجي اي تي. يبقى 3 حاجات، الكوليك، الاي بي اس، تمام كده، للمغص تقلصات لانه كارمينيتيف وانتي سبازموديك، والنوزيا اللي هي القرفه او القيء اللي هو له انتي ايميتيك افكت. رابع حاجه اللي هو بروموت البايل سيكريشن، ممكن استعمله في الاروما ثيرابي اللي هو التداوي، عن تداوي بالحاجات الايه بالعطريه، الحاجات المستحضرات المنتجات العطريه. تمام كده، سواء كان زيوت او ماده، او زيوت مثلا زيت البيبرمنت، او ممكن استعمل منسو، كمان ممكن استعمله لوحده في الاروما ثيرابي اللي هو استعمال العطور او الروائح، فاهمني، في العلاج. لو احنا بصينا على الصوره اللي هي الفيبر راس ديت، تمام كده، بيحطوا المنسول عشان الستافي نوز، عشان المناخير المكتومه بالنسبه للاطفال، واحيانا بيستعملوه في الاروما ثيرابي عشان الكاستيمولنت، انه بينشط بعد ما بشم الزيت دوت، زيت النعناع، بحس ان انا فقت كده، بدل ما كنت ايه لو انا كنت ريلاكس، لا بيخليني افوق واصحصح كده. تمام، بيستعملوه في التوث بيست والماوس ووشز، طبعا بيستعملوه في معجون السنان والمضمضه، لان له انتي سيبتيك وفليفرنج ايجنت، مطهر، وفي نفس الوقت طبعا كل الزيوت الطياره انتي سيبتيك وكارمينيتيف زي ما قلنا فوق. تمام كده، بس مش كلها ليها فليفرنج ايجنت، يعني عشان مش دي ما تلتبسش علينا، عشان كده احنا بنستعمله في التوث بيست لانه انتي سيبتيك، مضاد ايه مطهر، تمام، تأثير قاتل للميكروبات يعني، ونفس الوقت له فليفرنج اكتيف، له كفليفرنج ايجنت. تمام، المنسول نفسه ممكن استعمله كلوكال انتي بريوريتيك، تمام، وقلنا ان هو له انستاتيك اكتيفيتي، تمام، يعني ممكن استعمله عشان الحك ادهنه، عشان ايه الهرش، تمام كده، وممكن استعمله عشان يعمل انستيزيا،
ان هو يعمل تخدير للجلد، تمام، لان هو بيعمل افكت النيرف اندنجز، تمام كده، مش عشان هو ايه اويل. يبقى المنسول اللي هو انتي بيريوتيك، لو انا استعملت الكلام ده وانا على الجلد مضاد للحكه الهرش يعني كانتي بيريوتيك، ممكن انثيتيك ايجنت، تمام، لو انا استعملته على الجلد، تمام. فبالتالي ممكن استعمل التاثيرين دولت استغلهم، فاهمني، في السور ماسل اللي هو الم العضلات، تمام كده، بعمل اناسيزيا للماسلز اللي هي بتبقى ايه موجوعه. شو واحد مثلا عنده الم في عضلاته، فيدهنوا له ايه زيت نعناع بحيث المنسول اللي موجود فيه يعمل اناسيزيا للايه للبين اللي موجود، للالم اللي موجود. اخر حاجه ممكن استعمله بردك لوكالي ككاونتر ايريتانت في تركيز 3%، لان هو عشان احسن بيه نمو الشعر. الابحاث كلينيكيه معموله على بني ادمين يعني، تمام كده، اثبتت ان هو عنده امكانيه ان هو يحسن نمو الشعر في وقت نص الوقت اللي بيستعمله المينوكسيديل عشان يعمل نفس تاثير المينوكسيديل. ده حاجه غاليه موجوده في الصيدليه، طبعا ليها تاثيرات جانبيه سيئه كتير، وبتاخد حوالي بتاخد شهور على ما تبتدي تدي التاثير بتاعها، تمام كده، ويبقى التاثير واضح للعين، تمام كده، اللي هو لنمو الشعر، تحسين نمو الشعر. تمام، هو بياخد نص الوقت اللي بيحتاجه المينوكسيديل، تمام كده، بتركيز 3%. يبقى نرجع للاستعمالات تاني، نقول اننا ممكن نستعمله في الجي اي تي في 4 حاجات: للكوليك، الماس، الاي بي اس، تمام كده، النوزيا، تمام كده، كوليك، لا 3 حاجات: الكوليك والاي بي اس والنوزيا، تمام كده. قلنا الكوليك والاي بي اس عشان هو كارميناتيف وانتي سبازموتيك، والنوزيا كانتي ايميتيك، مضاد للقيء، ان هو بيعمل بروموت البايل سكريشن، بيدر افرازات الصحراء. ممكن استعمله في الاروما ثيرابي، ان انا اشم الريحه، تمام، فبالتالي ممكن تعالج اللي هو طبعا انت عارفين فيكس والحاجات المستحضرات اللي احنا بنشمها، بنحطها اللي هي الانبوبه اللي بنحطها في مناخيرنا لما تكون مناخيرنا مكتومه دي، تمام. ممكن اشمه برضك عشان كاستيمولنت، حاجه تنشطني كده، تمام كده. قصه الاروما ثيرابي دي بالظبط كده زي صابونه الحمام، لما اجي اخش اخد دش كده، تمام، وعندي زيت الليمون، تمام كده، اللي موجود صابونه الليمون اللي بخش استحمى بيها، الريحه بتاعتها بحس بعدها ان انا نشيط كده، فاهمني. ده اللي هو الستيمولنت اكتيفيتي بتاعت الايه الاول اللي احنا بنقول عليه الاروما ثيرابي. انا استعملت الريحه في حس في علاج حاجه معينه، تمام كده، ده الاروما ثيرابي. او استعمله في التوث بيست، معجون السنان، انتيسيبتيك وفليفرنج ايجنت، او استعمله كانتي بريوريتيك اناثيتيك ايجنت، المنسول نفسه في حاله السور ماسل اللي هي التهابات العضلات او العضلات الموجوعه، تمام، او استعمله تو امبروف الهير جروس عشان احسن بيه نمو الشعر. الادلترانس، يعني احنا لو بنتكلم بقى عن كادلترانس، المفروض البيبرمنت مش احسن حاجه، بس هو الاوفيشال في الفارماكوبيا المصريه. المصدر اللي بيطلعوا منه ماده المنثول هو الجابانيز بيبرمنت، المنسا اريفنسز، مش المنسا بيبريتا. ده بيحتوي 85% منسول، انما التاني بيحتوي 42 تقريبا، ده ضعفه. بس انا هنا لو عملت التست اللي هو بس بحط الجيش الاسيتيك اسيد وفي نيتريك اسيد، مش هيديني نو جولدن يلو كلر. يعني هنا التست ده قلنا، انا قلت لكم قبل كده ان هو ملوش دعوه بالايه بالمنسول. يبقى انا عندي في فرقين او 3 فروق: الجابانيز بيبرمنت اللي هو المنسا اريفنسز بيحتوي 85% منسول، ما بيديش، بيدي نيجاتيف تيست مع الجليشيال اسيتيك اسيد. النعناع البلدي، النعناع طبعا اللي هو البيبرمنت او النعناع الفلفلي، تمام كده، ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه النعناع الايه الافرنجي، النعناع اللي احنا عندنا في مصر هنا. انما النعناع البلدي اللي هو السبيرمنت اللي احنا بنزرعه في الارض ده وصغير كده باصغر شويه، السبيرمنت اسمه كان اسمه قبل كده المنسا فيردس او المنسا سبيكاتا، اسمه دلوقتي المنسا سبيكاتا، تمام. بيحتوي ايه المنسا سبيكاتا دوت؟ ما بيحتوي، هو فيهوش منسول، بس في 50% حاجه اسمها طبعا اول اختلاف اسمه طبعا السورس، طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، ده نبات وده نبات تاني. منسا سبيكاتا بيحتوي 50% ماده الكربون والليمونين وفلاندرين، ماشي، والاسترز بتاعته كربون ليمونين فلاندرين. احنا لو حفظنا 3 4 كلمات دول هنرتاح في الفايتو بعد كده، لان الكلام ده بيتكرر تاني، تمام. بيستعمل طبعا في التوث بيست، في الماوس ووشز،
شوينج ايه جام بيستعمل، بس اكتر حاجه بيستعمل فيها في التو سبيسز والماوس ووشز، انما تشوينج جام صعب شويه. تمام. وطبعا له استعمال طبي، بيستعملوه عشان في الدهانات اللي هي بتاعت البريماتيور ايجاكيوليشن وكده. الزعتر ثايم، الاوريجين عندي ده درايد ليفز اند فلاورنج توبس اوف ثايمس فولجاريس فاميلي لابيت، زي ما احنا شايفين كده تلاقي ورقته صغيره خالص، مش الزعتر بورقه كبيره، ده الزعتر اللي هو بورقه صغيره، ده الزعتر البلدي. تمام كده. المورفولوجيكال كاركتر بتاعه، الصفات العينيه بتاعته، الاودر بتبقى اجريبل اروماتيك، ريحه حلوه. تمام كده. التيست بتاعه اروماتيك سموت بانجنت حريف. الستيم عندي كوادرانجولار رباعي بردك، ولونه جريش براون تو بيربلش. الليفز تبقى صغيره خالص ولينير لانسيوليت. الفيلوتاكس بتاعها اوبوسيت ديكاسيت، يعني الاثنين اتنين متقابلين، التانيين الاثنين اللي فوق منهم متقابلين بشكل ايه معكوس. تمام كده. تقريبا الورقه بتبقى صغيره خالص وبتبقى تقريبا سيسايل، يعني جالسه ملهاش بتيول يعني، او البتيول بيبقى صغير. تمام. لو احنا بصينا على الباودر دمنسول، ده باودر ثايم اسف الزعتر، هنلاقي عندي هنا في حاجة اسمها البنت هير. بنت هير دي بتتكون دي نون جلاندولار هير، بتبقى خليتين أو ثلاثة. تمام كده. وعندي حاجة اسمها الكونيكال هير، اليونيسيلولار نون جلاندولار كونيكال هير. الكونيكال هير دي بتبقى مميزة ومش موجودة بردك في الايه في المنس، عشان نبقى واخدين بالنا. ولو احنا بصينا على التي اس هنا، وتقريبا التي اس ان بيبقوا شبه بعض عدا كترة ووفرة الهير، زي ما قلت لكم قبل كده الهير هنا بتبقى عندي موجودة كتير، والبنت هير دي بتبقى موجودة كتير. تمام. وعندي هنا بتبقى طبقة الكورتكس أوسع شوية، وطبقة ومنطقة الإيه البث بتبقى أصغر شوية. إنما في الجوانب في الكورنرز بردك هنلاقي بردك إيه، هنلاقي كولينكما عادي خالص. تمام كده. ده بالنسبة للتي اس. إنما بالنسبة للباودر قلنا هنلاقي في البنت هير، هنلاقي في الكونيكال هير، هنلاقي عندي فوق اللابيشيا سير زي ما قلنا قبل كده متكررة، وهنلاقي عندي الدايستيتيك استوماتا، واحيانا ممكن نلاقي الكابيتيتير. الكابيتيتير اصلا كده او كده برضك ايه برضك مش مميزة قوي يعني، زي ما احنا شايفين اهي كونيكال هير، كونيكال نونجلاندولار يونيسيلولار هير، وادي البنت هير اهيت. استعمالات طبعا الايه الزعتر الاكتف كونستيتوانت اسف موجود عندي، نسبة الأويل طبعا بنسبته بتبقى أعلى من المنسى بكتير. هنا نسبة الأويل 3%، بيتكون من مادة السايمول. السايمول هنا مادة، عشان ناس كتير فيكم بتغلط تقول ايه سايمول بلانت أو السايم. تمام كده. هنا فهمني أقولك أقول لك الفولاتايل أويل بتاع الزعتر بتاع بيحتوي ايه، تقول لي سايم، هو أصلا اسم النبات سايم زعتر، إنما المادة اسمها سايمول. تمام. يبقى أنا عندي فولاتايل أويل، مادة اسمها سايمول، مادة الكارفاكرول والسينيول. السينيول دي موجودة في الكافور، مهمة جدا وليها استعمالات بشكل مفرد. تمام. في الصيدلية زي السايمول برضك ليها استعمالات بشكل مفرد. تمام. موجودة في اوراق الغار اللي احنا بنحطها في الاكل، اللي هي ورق اللوري. تمام. معظم المادة الفعالة اللي بتدي ريحة جميلة وطعم حلو للاكل مادة السينيول اللي موجودة في الايه في البير ليف. يبقى انا عندي 3% فولاتايل اويل، ثايمول، كارفاكرول، سينيول. هناك كان عندي فاهمني قلنا ايه منسول، منسون، منسايل اسيتيت، قلنا في حالة الاسبيرمنت ما كانش عندي منسول اللي هو النعناع البلدي. بنقارن وبنفتكر بقى كده مع بعضنا عشان ايه نبقى دماغنا حاضرة باستمرار. يبقى فولاتايل اويل نسبته 3%، عندي سابونينز، تانينز، بيتر برينسيبلز. اليوز الاستعمالات زي ما احنا شايفين كده هو قوي جدا، اكسلنت اكسبكترانت. تمام. اكسبكترانت يعني طارد للبلغم، بيعمل ديسولفز للميوكس زي ما احنا شايفين اللنج قصادنا مليانه حاجات خضراء اللي هو البلغم والكلام الفيلم.
تمام. فبالتالي هو لما انا بشربه الجسم بيتخلص من مادة الثايمول دي عن طريق الايه، عن طريق الرئة. فبالتالي بيخلي الرئة سهل، الرئة بتتأثر بيه تمام كده، فيبتدي يدي التأثير بتاعه الاكسبكتورانت اكتيفيتي بتاعته ان هو كطارد للبلغم، بالإضافة ان هو بيعمل وهو خارج بيعمل ريليف للسبازم تمام، التقلصات اللي بتبقى موجودة نتيجة الايه الكحة، وانا بكح جامد الشعب الهوائية بتاعتي بتتقلص يعني بتنقبض عشان تطلع البلغم ده، فهو برضك فاهم بيساعدني ان اطلع البلغم، وفي نفس الوقت بيساعدني ان هو يريح التقلصات ديت تمام كده، وله انتيسيبتيك افكت. وطبعا خارج الميوكس اللي موجود او الفيلم ده البلغم دوت بيبقى بيئة مناسبة جدا للميكروبات، فبالتالي هو له تأثير مطهر تمام. يبقى انا عندي هو بيتحط ليه في الكاب بريبريشن، ليه في مستحضرات الكحة، عشان 3 حاجات، لانه اكسلنت اكسبكترانت بيدوب البلغم، له انتي سبازموديك اكشن بيعمل ريليف للايه، بيقلل التقلصات اللي موجوده، يبقى بيدوب البلغم ويقلل التقلصات اللي موجوده في الشعب، وفي نفس الوقت مطهر بيطلع فاهمني ايه على الميكروبات اللي موجوده فايه فيموتها تمام. ده لو استعملته عشان ايه الجهاز التنفسي، فهو معظم مستحضرات الجهاز التنفسي لو احنا فتحنا اي برنامج، برامج اللي بقت مشهوره دلوقتي معانا في الموبايل، موبايلات الاندرويد زي دراج اي، وكتبنا كلمه ثايم او ثايمول هيطلع لنا مستحضرات كتير جدا موجود فيها الثايم او الثايمول، النبات الخلاصه يعني، او ماده الثايمول. ده بالنسبه للجهاز التنفسي. برضك بالنسبه للجهاز الهضمي بيستعمل لانه افكتيف في الدايجستيف ديس اوردرز، مشاكل الهضم كحاجه مهضمه، والفلاتولنس والانتفاخه اللي هو بيقول عليك ايه ككارميناتيف، ان هو بيحتوي على فولاتايل اويل. فلاتولنس دي كاني بقولت بالظبط كلمه كارميناتيف، فلاتولنس دي اللي التطبل اللي هو وجود غاز، وكارميناتيف اللي هو طارد الغازات. فيعني هنا او هنا مش هي نفس الجمله، بس استعملت ايه نفس المعنى بس استعملت جمله تانية. له انتي بكتيريال وانتي فانجال بروبرتس، لو انا استعملته في اي مستحضر جلدي فبالتالي بيبقى قوي وايه وفعال. يبقى في الكب بريبريشن، في الدايجستيف ديس اوردرز، في السكين بريبريشن كانتي بكتيريال وانتي فانجل. دي يعني كنت احب اقول لكم ان حضور المحاضره شيء مهم جدا تمام، عشان النطق. فانا شفت الصوره دي على الفيس فعجبتني، فانا لو قلت هنا رومافين، لو انت في الصيدله قلت رومافين رومافين تمام كده، هتلاقي واحد يقول لك في ايطاليا خفيف، انما اسمه رومافين رومافين. اتمنى ان انتوا الفيديوهات دي بتخليكم مسيطرين شويه على العقير، يعني ما العقير مش تايهه منكم، ويبقى زي ما بيقولوا كده everything under control. اتمنى ده صحيح. شكرا ليكم كتير.